اللي حققها الزكي الاطار الوطني السابق، انا كنفضل نشوفوا شي اطار اخر كيف اللي يقدر يمشي بهاد المدينه يتقدم شويه. يبون اللي مشى للبوطونه ما كيعطيش يبان، جا نتيحه طنجة، جا نتائج سلبيه، كنتمنى يمشي بحال الزكي. جابوا لهم لاعبيه ولكن ما كاين لا نتيجه لا والو، نتائج سلبيه ومستوى ضعيف. صراحة الزكي عنده واحد التجربة مع المنتخب وكلشي كيحترم المغاربة كاملين، وكنظن بلا خصهم يعطيوه مازال يعطيوه فرصة باش يتأقلم مع اللاعبين. أصلا أنا ضغية الزكي حتى كان كيضارب المنتخب الوطني، يمكن خاطئ ميبقاش الزكي، كنت من اللاعبين إذا أنا ضغية الزكي ضرب المنتخب الوطني يضرب اتحاد طنجة ويبقى. الزكي واش زكي مدرب معروف فهمتي على الصعيد العالمي ماشي غير الصعيد الوطني، وكما قال الاخ الزكي راه بعده زهر بعد الفرق المغربيه جاب 21 لاعب كي جاو نجوم بزاف انديه من المغرب، حق حتى علاقه ما عمل حتى شي حاجه حتى شي مجهود، ماشي دائما بالتعادل واخا ما عنده شي نتائج ايجابيه، الحق ما كنشوف ما عطي حتى شي حاجه. هاد النتائج السلبيه يعني ما جابش شي نتائج اللي تفرح المدينه، يعني كيكون اذا كان يعني خساره سمين باكي يعني فهمتي نتفادوا هاد الشيء هذا. هو اللي جا لحد الان داخل فلوس مجانا وشنا انهيار في كرة القدم من ناحية الشمال في طنجة. صراحة يمشي في حاجة. لا هو ولا بن شيخة بجوج. وكنتمنى من الجمهور اتحاد طنجة يصبر عليه باش يأهلوا إن شاء الله على الأقل دوري أبطال إفريقيا. لا يبقى أنا كنتحط الزكي ديال لا يبقى. لا كاين تم لعابة، كاين جاب بزاف ديال اللعابة تاع علاقة، ما كيعرفوش يلعبوا شي لاعب. لا ماشي الغلط ماشي هو بوحديته، باللعابة والجميع فهمتي. ومن الأحسن يعني في الأول كنختار من اللاعبين اللي غيدوز معاهم نمشي، ماشي غير يجيو صافي. يعني جو المسؤولية عليا الأولى. يعني غنشوف اللاعبين يقولوا جيبوا لي من اللاعبين ولا ما جابوهمش، يقولوا شي دعاية ولا لا، يقولوا أنا كنقول اللاعبين اللي غيجيبوهم ما كيجيبوهمش فهمتي. ما كيبقاش هو يتحمل مسؤولية كل شيء.